بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يعود علينا الأيام بخير يا رب إن شاء الله، ورمضان كريم. دي طبعا حالة من الحالات اللي أنا عالجتها الأسبوع الماضي. دي حالة برضو صنطة، عبارة عن جمرة صنط في رجل بارم فريزيان. طبعا شايفين منظرها انتوا، واضحة كده طبعا، الرجل كلها لتحت مليانة، نظام جمرة بالظبط، يعني عدد كبير لا يقل عن يمكن مش عايز اقول 300 سنطاية في المسافة ديت، غير اللي من اللي في باقي الجسم طبعا، في الضرة وفي رجليها وفي رقبتها وفي كل حتة في جسمها. طبعا هو صاحبها حب يبيعها برضو كالعادة، التجار برضو بخسوا في تمنها خالص علشان خاطر الصنط اللي فيها ديت، وده حقهم طبعا، ده بيع وشراء، واكيد الحاجة دي بتعيبها في البيع والشراء. لكن طبعا هو رن عليا وقال انا عايز اعملها، فقلت له حاضر. رحنا خضرناها، اديناها طبعا مخدر وعملتها له الحمد لله بفضل الله. طبعا منظر حالة من الحالات الصعبة اللي الواحد اشتغلتها كتير قبل كده، بس طبعا ايه بتبقى حالة يعني عايزة احتياطات كويس، يعني مرات بيحصل معاك نزيف ازاي تتعامل معاه، ازاي توقف النزيف بسرعة، لان طبعا الصنطة دي خلايا عبارة عن خلايا سرطانية حميدة بتتغذى طبعا بأوردة وشرايين كتير، يعني انت اي لعبة فيها تبص يضرب بشبور دم كده قدامك من الأوردة اللي هي بتغذي المنطقة ديت. فلازم انك انت تكون جاهز، يعني قبل ما ابدا في او قبل قبل ما ابدا في في ان انا اشيلها او ابدا اشيل الورم ديت، لازم اكون عندي، بخليه يجيب شويه اللي هو الكلوح ديت اللي هو بتاع الشام، طبعا بنولع فيه وبنحط عليه المحشات القديمه او سكينه قديمه او اي حاجه، ونخليها تحمر قدر الامكان، ودايما جنبي قريبه مني، بحيث ان هو مش مثلا لسه يدخل البيت جوه يجيب لي السكينه ويرجع، ويجيب المحش ويرجع يكون السخونه بتاعتها راحت. لا، قبل ما ابدا بخليه يولع النار ويحط عليها الحاجات المحشات ديت او السكاكين اللي تكون قديمه مش هيستخدمها، ونبدا ان شاء الله. اي حاله نزيف تقابلني، اي وريد، يا اما اكويه، لو ما جاش بالكي باخد له غرزه او اتنين، لو ما جاش معايا بالكي، لان طبعا بيحصل نزيف بيحصل، يعني طبعا في حاجات، في حاجات كتير انا قصصها عشان خاطر ما ينفعش ان ايه ان هي تظهر على اليوتيوب، في دم طبعا كتير تحتيها وحاجات، وتعاملت معاها بالكي برضو ما جبتلكوش الصور بتاع الكي، لان طبعا هيحذفها اليوتيوب لان كمية دم كتيرة كانت تحت رجليها. فاي حد عنده حالة زي كده ما تستعجلش، اعملها ولا يهمك حاجة ابدا. انا شلت الجلد ده كله، كحت كله كحت، عملت عملية كحت وجبت من جدره، بيلم الجلد ويبقى مية مية، ما تقلقش من الحالات دي، يعني ما حدش يتخض منها ويقول لك يطلع من الحيوان ديت ده مش هينفع، ده الحيوان ده بيعه بأي تمن وخلاص. لا، اي دكتور عندك يكون ثقة استدعيه، وهو ان شاء الله يقوم بالواجب. يعني حالات سهلة جدا، زي بس زي ما قلت لك عايز واحد قلبه جامد شوية. شايفين منظر، شايفين العملة زي القرنبيط بالظبط، كأن قرنبيط طالع في الرجلين. ده سرطان حميد، خلايا سرطانية نشطة طبعا بتتغذى بأوردة وشرايين، لازم تاخد احتياطك جامد، ولازم تحط في اعتبارك ان ممكن يحصل معاك اي حاجة سواء كان نزيف او قطع في شريان، فانت لازم تكون مستعد تماما لاي حاجة تحصل معاك. طبعا حالة حلوة وعدت بسلام والحمد لله، وتم الكي وتم خدت حقها في العلاج وعدت الحمد لله. ان شاء الله بصورها لكم بعد فترة كده لما يبدأ الجلد ده يلم مكانه تاني، ما تقلقش موضوع الجلد ده بيلم ويبقى زي الفل، يعني بيتقطع الجلد ده كله بيلم ويبقى تمام التمام. يعني يا رب ان شاء الله نكون افدناكم. طبعا في ناس كتيرة رنت عليا على حالات ان شاء الله بوصف لها العلاج، فان شاء الله يعني هبقى انزل لكم الحالات اللي جاتنا على الواتس وتم علاجها بنجاح. يعني تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم.